قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. هاكي خذي رشو متقلونا كتقولي يا ماما خصنا نطيبوه مزيان على لحمو قاصحه. هل هادشي كيتكل بعدا؟ فايزة اش بغيتي تواجدي معاه؟ عطيه ليا انا كيعجبني. سميتي فايزة، كبرت ما بين القصدير والسكاد الحديد. من صغري وانا كنحلم نكون ممثلة كبيرة، وهذه هي قصة المجد والانحطام ديالي. فايزة، واش يقدر شي نهار تراني يقطع البحر؟ يقدر شي نهار يدينا معاه بعيد. وفين بغيتي تمشي؟ بغيت نمشي عند عبد الحليم وفاتن حمامة واسمها ليالي الأمس في بينا نبيا نعروضة من الجنة نغم في الجو ولورنا سمعها الطير بكى وغنى. يا بنتي يا نواعم ازاي القطر ما يروحش على السايل؟ شنو وقع؟ والله ماما مضربناه ولا قصناه. كنا كنلعبو درنا وحنا نلقاه كيغوت وهو اللي ديما لاصق فينا. انتي اللي ما كتخليش يلعب معانا. تقول لي مني غنكبروا غنتزوجوا وانا كاع ما باغا. انا مني غنكبر غنولي ممثله كبيره، حيت الممثلات كيتزوجوا برجاله مشهورين عندهم الحوايج والريحات الغاليين ما فيهمش ريحه العروبيه. قيمت بنادم بنتي ماشي في الزواق والمظاهر. ديري مزيان واحد الحاجه في بالك، ريحه الفقر ما كتحيدش، واخا تغسليها بالويدان ديال الريحه. مفتي بس لختي الجديده ديالك، فهمتيني؟ فايزة فايزة نعم بابا
اش كديري تما؟ كنحيد ريحة الوسخ من شلت. رجعتي دروس الجغرافيه؟ بابا راني عارفه فين كاينه القاهره والاسكندريه ومصر وحتى البحر الاحمر. ايه البحر، البحر اللي عندنا هنا دار البيضاء اسميت البحر الأزرق. كنظن وصل وقت بنيتي اللي خاصك تعرفي مزيان البلاد فين كتعيش ونو درجة دروسك. واخا أنا نايضا. لا 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 بابا عافاك ما تفيهاش، اليوم اسمعين غتلاقى معاه شبع هاد الحلقات هادوية كتسنى فيه. انت راه كتسنى قرايتك نود يا بنيتي. دابا كيفاش بغيتيني نولي ممثله كبيره ومشهوره وانا ما كنتفرجش في الافلام؟ ممثله شغل قربة تنتيل قبل قرايتك. انا نمشي نجيب كتابي من عند هنا. ما تعطليش عندك تمشي عاوتاني تفرقي شي واحد. فايزة بغيتي شي حاجه؟ ما كايناش هنيه. غدا العيد صيفطها تحني. شك زوين خدي هنيه كيجيها شويه كبير. واش تبغي تكوني ماما؟ الله يخلي البابا كنتي. Il tempo sa quello che ti dirò e se tu mi ascolti il tempo sa che ti racconterò le cose del mondo. Alla slamta vedrà la 15e prise. Bambino mio, non ti dimenticare. Che ogni bene si deve meritare. Il tempo passa. Tournage de les amateurs. Il tempo passa. La vita ندير هذا الاشهار حيت على البيئه وباس لي كونديسيون. هذه ساعه باش تلبس كاس ديال الماء. لا داك لا ريجيسور يوحد لي زامبوتياج. لا بيسا ولا
الشيفور يجيب لا فواطور صنبا Bambino mio, non ti dimenticare. Ewa, la vache ranzero, c'est le tournage. Che ogni bene si deve meritare. Il tempo passa. Tu خير الله. أنا الشيفور اللي يديرهم. أنا شفنا ولا خوتي. صفت لك المناجر سيد منو شيفور وكركون شنو هاد لاطاش؟ اسمع انا نبقى عندي مهم صرفت للطوموبيل وما نبغيش نعاود نشوف بحال هادشي هنيا تتخسري لهم بير كونسولاري incoraggiare un primo amore che non si scorda mai ma تقطعيش عارفه كنخلصك هنيه باش تعرفي الفرق ما بين الليمون والبومبيني زعما عارفاني ما كنحبش الليمون ما كاين حتى واحد في الكوزينه كلهم اون كونجي يلا جمعي لي هادشي طلعي جيبي لي واحد السيناريو من البيت عاد صيفطوا لي المناجر Che ogni cosa si deve meritare قال لك لالا بغاو يدوزو ليا الكاستين وبعدها شكون هما الممثلات الاخرين مي بيان سور ما فيديهمش اجي غتكوني معنا هاد الليله ياك عرفتي راه عارضه غير على شكون وشكون عندي شي فرصه بغيتي نصيفطو وراك عارفه صاحبتي من نهار فاش وقع لي هذاك المشكل المناجر ولا كيقلب لي على شي فور او ميم طو يكون غارد دو كور عاد لقاه من كيشبه غير كاظم الصاهر من دادر كحل الحق خساره هذا من الطبقه الكديحه عرفتيني انا الاسانسير عندي ما بقاش كيهبط على الغيد شوسي يلا اسسوا ما شيري التفتت الممثلة إلى شمالها مبتسمة لذة اللحظة التي تعيشها وفجأة تحت ضوء القمر ظهر شبح وراء أغصان الزيتون فوجئت واقتربت من النافذة مندهشة فاكتشفت بأنه ليس إلا طفل اليوم مع العيد الطباخه ما كايناش ولكن الا احتاجيتي شي حاجه قولها لي انت منين اي بشويه هنيا راه دريتيني هذيك راه ما تكوني غير خديتي واحد الكيلو ولا جوج بقوت العرايض هنيا بصح ملي كنا صغار كنا صحابات الحق ما تنسيش شكون وليت انا اليوم وشكون بقيتي انت مع الاسف وغادي تبقاي بهاد الكسوه سيري شوفي الكوافير واش جات ولا مازال
ومن بعد يمكن لي نبدل حتى انا. مرحبا 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 صباح مرحبا بك. إلا بغيتني نطول في هذا الميدان كنجمع تهلا فيا أولا. يا لالا شنو اللي كاين؟ عرفتي ريحة السيكار كتخنق يكون غير خطر. سمحي لي بزاف هذاك النهار كنت مقلقة. مرحبا بك. مساء الخير. بونسوار مرحبا مرحبا. آخر مرة شكون هذاك السيد ما عرفتش عليه؟ داك من أهم المهمين اللي كاين في اللحظة بالذات. البحر وجهي سعديل مساء الخير. الناس مهمين مفاجأة مهمة ونقدم لك النجمة ديالنا. شنو هي الشرف؟ شكرا. مرحبا نهار كبير. الله يبارك فيك. اسمعوا لي شي ناس نشوفوا ما نوصيكش سي عادل تبارك الله عليك. لا لا شفت راسك حضرت شي حد؟ مع الاسف كانت وقعت لي واحد الحادث ومن ذاك الوقت المناجر ديالي فضل بانه يكون عندي شيفور او ميم طون كارد دو كور احسن ما يخلص لي زاسيونس. فكره ذكيه. كتبقى لي شي حاجه في الصحوه بانه بحال شي اعتبار شوفها. عرفتي ملي كنتفكر هذا الشيء كنضيق. يلا نتمشاو شويه احسن. تصور ان تكون الليل اخر ليل في السرفة والورد اللي لفظت. العام اللي فات كنت بطلة في واحد المسلسل عربي كيدوز في القنوات العربية كلها. كان الدور ديالي هو طبيبة ما كتقدرش تعتق واحد المريض ديالها لأن بها الضمير ديالها لدرجة أنها ما كتبقاش قادرة تخدم خدمتها. حتى كنكتشفوا من بعد لونكيت بأنه الخطأ ماشي ديالها خطأ طبي. هذه السينما من الواقع حاجة أخرى. واحد النهار كنت كنتسرى في مراكش كندير شوية ديال الشوبين حتى بواحد الراجل تلاح عليا بقى كيغوت كيضربني بقى كيقول لي انت السبب انت اللي قتلتي لي مراتي بسببك انت كيموتوا الناس. بقى كيضرب كيضرب الحمد لله اللي فكوني منه الناس وجابوا لي لومبيلونس. مش معقولي انك بكره مش رح تمرق حد البيت وانه اخر مره الليل رح تسالني. كل هادوك النظار ما كتفرقهم لا ليل لا نهار. من داك النهار وانا مصدومه وليت فيما كنخرج ونلقى حدايا غير جنابي. مع الاسف الناس ما كيفرقوش بين السينما والله. اخر مرضى حتى ندى على اخر مرضى تلبح وجهي. غادي تسمحولي غنمشي نرتاح شويه. هو قدمي شي حاجه لسعاده اللي شربها. وين مسافر وعسافر آخر مرة بإلا آه. نعم عرفت عرفت مشيت بلا ما نسلم على حد. كنعيا من هاد السهرات ديال الزواق الخاوي.
غير تنا سي عادل غادي يعيط ليا. تقنت الدور، مثلت النجمة المظلومة في هاد العالم ديال الحقد والكراهية واللي محتاجة لشي واحد اللي يحميها. يلا صباح على خير. أمل لا وخاني شيء أمل لا سمعت شي صداع دير شي دورة شوف اش كاين. أنا سي مرتاحة أنا هنايا. فين هنية؟ هنية مشات وصلتيها؟ أنا هنايا باش نحميك انتي مايا. صباح على خير. صباح على خير عجلة. بابا صباح الخير. صباح الخير بنتي. كيف صبحتي؟ شوية عظامي كيضروني بزاف. هذاك الروماتيزم اهلكني. قلتها لك ولكن واخا هاد البرودة عمرني ما نتفرق مع داري. هادي ماشي دارك، دار الجماعة، وشي نهار غيخرجوك منها. ما فهمتش، انا شاريه الكبرط ما غاليه وحدايا انت باغي تبقى في هاد الخربه. الحيوط ديال هاد الخربه فيهم حياتي كلها. ما تصوريش انا وامك كنا غنطربوا الفرحه ملي قالنا غادي تسكنوا هنايا. نسيتي راكي كبرتي هنايا نسيتي. شكون انت؟ اش كتشوف؟ تهدن تهدن بابا، هذا غير الشيفور ديالي جا معايا باش يحميني. يحميك من باك؟ اش من حياه هذه اللي ما قدرتيش تساري بحريه؟ هذه حياتي انا اللي اختاريتها وعجباني، وهذا غير الثمن اللي خصني نادي باش نخلي الناس يحلموا. فهمتي؟ هادي هي العيشة اللي حلمتي بها. Thank you.
ما عندكش ساكارين؟ لا والو، انا شربت القهوه. شكرا بابا. بغيت نسولك. نعم بنتي. ما عمرك ما كدوي لي على ماما؟ اللي عرفت هو انها ماتت وانا عندي غير 4 سنين. ما كانت مراه عظيمه، راسها كان عامر بالاحلام. امك كانت كتفتن بالزين. خسارة مشات. مشات؟ فين؟ مشات عند الله. ماتت. الله يرحمها. الله يرحمها. الشتا ديما ملي تتصب تتخسر لي الوراق ديال هاد الشجر. دابا كيخصني نقي ورقة بورقة. أنا مشيت يا بابا. شكاين؟ والو. كيبقى بابا؟ مازال ما بغى يتقبل حياتك؟ ما بغاش يخرج من الدار؟ تعرف هادشي غيرجع ليا؟ راه باباك اللي خصو يرجع لعقلو، ولا غادي يريب لينا هادشي كلو اللي بنيناه، هادشي علاش يموتو الجرائد. النجمة المشهورة فايزة تعيش في الرفاهية تاركة أباها في مكان مقهور. واش غنديرلو؟ مبقاش يسمع ليا. ليك شريت له لابارتمون، المرة الوحيدة اللي مشى شافو بارك لي، قال لي الحمد لله اللي درت شي حاجة علاش تولي. يدك طويلة، يمكن لك تخويه. تخويه؟ نعرفوا ناس مهمين يضغطوا على الجامعة يحكموا عليه بالإفراغ. هو على كل حال هو مقالهم يدير تماك في التقاعد. لا خصني نفكر في هاد القضية. فكر مزيان في هادشي. يلا سلم بعد ونعيط لك. علاش ما تسنيتيش خطوة ربعين؟ لا لا صافي، القديرة غادي مزيان. نعم واخا سيدي. انا وجدت لك واحد لا ليست ديال الصحافه اللي كنقترح لك الندوه ديالك، واللي كنظن بانه ما يتسقوش معك. غادي تدوزي واحد اللحظه صعيبه، واللي خصك تفسري ليهم بان باباك اللي ما بغاش يخرج من الدار حيت عاش حياته كامله فيها، وتوري لهم الوثائق بانك شريتي ليه دار جديده هو اللي ما بغاش، والابتسامه ديالك واللطف ديالك غادي تسحريهم، وغادي يدوز الامور في امان الله.
هذه ماشي فكره مزيانه. شنو قلت لك؟ بلي ماشي فكره مزيانه باش تخرجي باك من الدار. انت بعدا شغلك؟ انت واحد ما عنده الحق يبلع الشجره مجدوره. جمله زوينه هادي، عرفتي فين تبلاصيها؟ واخا هكداك ما غاديش نزيدك في الاجره ديالك، وحسن من هادشي الا بغيتي تحافظ على بلاصتك تعلم تسد فمك. حطني في لافنيو دو فار عندي ما نقديت. تبعني باغا نشري شي حاجه لبابا وخصني نقيسها لك. سمحي لي لاله، ولكن انا ماشي مالك. كيفاش؟ لان الا دخلت لك باش تقيس وتبقى لك شي حاجه ما غاديش نسمح لنفسي. خايف عليا ولا خايف على بلاصتك؟ اختي عادل اهلا، نهار كبير هذا الحمد لله. يوم بالليل؟ لا ما عندي والو. اه انت عشا ومش مهم تستخدمني انت؟ حسن صيفط الشيفور ديالي يرتاح شي شويه. اسيسوار هنيه. نعم عاونيني نختار شي حاجه، هذه الليله مهمه. واخا شدار لك فادي؟ زوينه، ولكن انا كنفضل الحجر ديال ايغمارين ولا اوبال. كاينين زوين. عافاك عطينا شوفوا هذا. كي جاتك؟ غزالة عمرك حبيبة تحلمي تكون عندك بحالها؟ بالحق الحمد لله عندك أنا. عرفتي شحال من معجبة تبغي تكون في بلاصتك؟ شي نهار نسلف عليك الحق قيسي وردي. جو بخو نجمة كتفت وني با كي جاو موالمين مع بعضياتهم ياك؟ كنت عارفة غادي تبان شي نهار جاتك في العين
تقول لي شات عليك. كل واحد شنو مقدر ليه الله. كدنش نهار غادي ترتاح. المهم انا غادي نمشي حتى الشهر. كاين شي مشكل؟ جاب لي الله بحال شي واحد تابع. وقف وقف على داك الحلال. عطيني صورت خبر عليا مبقاش باغا نشوفك. علاش شبعتي؟ انا السيد ما ينسبكش انتيا. وانا شنو؟ فاش واقع؟ عاد فهمت. جيمس بوند كيغير عندك تقرب له يمشي يتيري فيك. جيمس بوند اش بعدا شنو سميت؟ حمد. شوف حمد بوند 000 دخل الطونوبيل الكراج حتى الغدا ونتفاهم. باقي فايق؟ كنت نقل لا
خلاتك؟ اش كديري هنا؟ ياك مشيتي علاش رجعتي؟ راني كنت ساكنه هنايا قبل منك. هذيك الوقيته كانت كتعتبرني بحال شي خدامه. واحد النهار تفكرات باللي انا كنت متقفه عليها وليت لا سكرتير الخاصه ديالها. زادي تذكرات ولكن دائما بحال الخدامه. دابا شنو بغيتي؟ كلي نعاونك. انت باغي فايزه وانا باغا عادل. كرم مزيان ورد عليا الخبر. شكاين؟ شحال عليا الردوية تبع الصباح؟ شحال هادي في الساعة؟ التليفون ديالك كان مطفي والمناجر تهول عليك، داكشي علاش جيت نشوف شنو كاين. علاش هادشي كله؟ ياك تليفوني مولف كيبقى مطفي تال وحدة النهار. زيدو البارح كاع ما نعست، الليل كله وأنا كنتقلب تال 6 الصباح. المهم غدا عندك الكاستينج مع 10 الصباح. مع 10؟ مالو مع هاد الزربة؟ أتقدش عطلو شي شوية تا العشية؟ راك عارفيني أنا الصباح ما بقماش. المهم قال لي خصك تكوني حافظة الحوار مزيان، هادوك الناس ما معاهمش اللعب، سيغتو واخدين ممثلة مغربية في فيلم مصري، خص اللهجة تكون متقونة. ما عارفيني قادة بيها، شي كله غير السينما. طيبت داك الردو وتنزل نعشو. فايزة عندي شي حاجة ما نقول لك. شنو؟ باباك خرجوه من الدار. شو؟ شكون اللي خرجوه؟ أنا ما قلتها لحد ونسيت ما كنتش باغا نديرها. انتي قلتي شي حاجه؟ لا. ايه غادي يكون قال؟ الا ما كنتيش انت شكون اللي غيكون دارها؟ شي حد مهم دخل باش عارفه. ياك فراسي غير انا وياك وهنيه والشيفور. صافي انا غنمشي نشوف بابا تال من بعد ونعيط لك. بابا ماشي انا اللي وصيت باش يخرجوك من هنا.
تحل فيك برحمة ماما. كان وعدك غادي نصلح كل شيء. دابا غادي نمشي عندي لقاء صحفي غادي نهتم أمور. حسن هكذا غادي تقرب لي نشوف أكثر ونتهلا فيك. ديك بابا غادي تشيل الدار ما تكون غير انت مراتش. الراجل هذي 40 عام هو ساكن ما فكروا يخرجوا حتى بنتي. من باغي تنتقم؟ وغادي تقول لي اشي نهار شكون انت؟ الى هدرتي زعما غادي تقتلني؟ نعم أسي بصراحة ما كنتش كنظن انك غادي تدخل في هاد الشؤون هادي. لا ماشي أنا. شكون؟ عادل. سمح لي سيدي منين عرفتي هاد الشيء؟ جاتني خبرو. دابا اسمع مزيان شنو غادي نقول لك. إلا كنت متيقن أن هادي هي الخطة اللي خصنا نطبقوها أنا ما عندي مانع. واخا سيدي. واخا سيدي. سلامة. عجيت من دوه كيحطوا لك شي اسئله اللي ما كتكونش موجد لها. هذيك خدمتهم تصور واحد شنو تجرأ وسولني قال لي واش كتظني بلي هذه هي البدايه النهايه ومنين سولته اش من النهايه عرفتي شنو جاوب؟ ضحك. ما كرهش نمسح هذيك الضحكه نمسح معاها الشك. المهم ان الكونترا ديال الفيلم في يدينا انت خصك تحفظ السيناريو. ها الكونترا في يدينا واش غنقضي بها الا ما كانش بابا راضي عليا؟ بابا غادي يفتخر بك خصو شويه الوقت. ما نكذبش عليك جاب لي الله كارتكب اكبر غلطه في حياتي. فايزه صعيب على نجمه بحالك تعيش هادشي اللي عايشه. من جهه اخرى حسن باباك اللي خرج من داك الحفره داك الوسخ كامل قدر يشد شي مرض ولا شي حاجه وتولي فعلا مشكله. انت اللي عطيتيه حياه نقيه المفروض انه يكون فرحان. نحمد الله. انت اللي درتيها؟ لما كنهتم بالشهره ديالك والله شاهد. شكون اللي يقدر يكون عنده دخل في هذا الشيء؟ داك الشيء خصنا نعرف. حنا غادي نديرو واحد الخطة خطوبة النجمة فايزة بالتري عادل. طبعا الحال غادي نعملو واحد سيونس فوتو تصاور ديك ساعات الناس غادي يشوفوا باباك ويعرفوا انه هو اللي امرك وتخبيك وراضي عليك.
عمري ما كنت كنظن ان حياتي غتولي استراتيجيه. فايزه، واش سالينا ممكن نمشيو؟ سلامة عاد الساعة. سلامة. فايزة، نجيب لك البلانينغ ديالك؟ كي بقيتي؟ ملي كنت صغيرة ما كانش بابا كيخليني نقرب من الغرس، تحس بيا كبرت هذا علمني كيفاش نتكلف به. عندك مع الثلاثة سيونس فوتو ومع السبعة معروضة لواحد الحفل خيري للأطفال المتشردين. هذيك الوقت ما بقيناش كنتشوف، عقلتي؟ كنتي في كلية الحقوق زعما، كنتي باغية تقفي وما عرفت فين كنتي، ما غتوصلي كاع. مع الأسف ما عمر ما كان عندك طموح، عقلتي؟ كنت خدامة مع داك المحامي محرتك، كان عاطي كبير وعنده فلاكاف. الحمد لله اللي عتقتك بعدا هنا مبرعة معايا. لا ما تنساوش غدا عندك واحد ليسياج مع واحد ستيليست، وشتك واحد الكسوة ديال ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة، جاوبيني بصراحة، كتظني أن حياتي هي ألف ليلة وليلة؟ وقال ليا إلا بجاتش قدك يصوب لك لوغلي. فكرتيني بألف ليلة، فارس الأحلام ديالي ما عيطش؟ هاو عمرو طويل. جود عزيز، عندي الوقت بزاف، عندك دقة الملاحظة وهادي علامة الذكاء. الحق هادي عاونك فيها شي واحد. راني نسيت نقول لك، واحد السيدة عيط وصم باش يهضر معاك، واللي جاتني غريبة هي عيط من كابين تليفونيك. بالنسبة ليا ما كتعرفيش شي ناس على قد الحال. من غير كنتي لا حبيبة، سيري للكوزينة قولهم نوجدو لنا شي حاجة نشربوها أنا والضيف ديالي، وديرو هاد الورد في الباز. تفضل. عجبك الخدمة معاها؟ ما عاد كيفاش كدير باش تستحملها؟ ما عاد شكون هو هذا الراجل اللي يقدر يتحمل هذا الدل كله؟ قلبك اختار، ولكن اختار وحده ما تستاهلش. بعض المرات كنبغي نقتلها. صحتيني. عقلتي ملي كنا صغار كان كيعجبك ملي كانت كتضحك عليا، ودابا بغيتي تنختارك انت. انت كيف سمعتي؟ عرفتي شنو؟
عادي اللي راه في الطريق ومحال واش غادي تقدر توصل لها. الله يعاونك. ايوا حديده هادي سي، شحال فيها النخيل؟ اش باقي كدير هنا؟ ديك جرات عليك تمرعتي على راسك بالفلوس ديال المرة الخامسة ولا الستة؟ كي سميتها بعد هاديك السويسرية؟ سوزان مسكينة، الود ديال والديها ودير جدودها كله سطي فيه، دابا جيتي لهنا تلعب علينا ولا شنو؟ غادي تدبر على راسك في بلاصة أخرى سمعتي؟ جريتي عليه ما بقى لك والو توصل، ولكن غادي تعذب. كيجيك عادل؟ لا كندويلك على الشيفور. شيفور؟ شيفور وما كيفكركش في شي حد؟ ما كيهمنيش اصلا باش يفكرني في شي حد. شي حاجة أخرى؟ لا خاصني نكمل التكست ديالي. هنية كي جيتك؟ تبارك الله عليك، راني ساليت غادي نمشي. عادي شتو تعطل؟ جيبي داك السيناريو نراجعو بدمان. لا 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 دابا غادي نبدا نتخلى عليك، هذه الخامسه مره وانا كنعيط وكنطيح في لا ميساجري. هي قلتي لا ريزيرفاسيون ديالنا في 8:30، هذه راه 8. يلا ملي تلقى لابيل عيط لي. ها هو السيناريو. حلي في الصحة اللي كتلاقى مع علاء. اشنو كتقول له؟ هقول لك حاجة من زمان كان نفسي فيها. هو شنو كيقول له؟ اتفضلي يا هانم. شفتك ما حلاش التكست حافظة وكنتي فيا مولية تصلاحي سوفلوز. سوفلوز هادوك اللي كيكونوا مخبعين في الكواليس باش يقولوا التكست للنجم الى تساه. هادوك اللي معمرهم ما كيبانوا في الضو
ولاش بغيتيهم البال؟ هذا اش باقي كيدير هنا؟ يمكن يمشي؟ سلامة؟ هي شي موعد غرامي هذا؟ كنعرفو؟ خليتك على خير. عادي انت عطلتي عليا بزاف، انا سبقك للغيستون ديالك. هيا الطوموبيل ديالو لالا، بغيتي نوقف ولا نزيد؟ لا هو ولا هي ما كيستاهلوش. فايزة كنت انا بغيت كلمة وبقى عندك ما تقول لي، عندك 24 ساعة باش تجمع حوايجك وتمشي بحالك، ما غاديش نتابعك واخا خطرتي بحياتي، غادي نقول للمناجر يزيدك شي تعويض. انا المسؤول على كل شيء. وصلني للدار عافاك. الو مالك تتغوت؟ باقي الحال يلا تنشيتي كاستينغ نتسناو. لا هنيا ما فيقاتنيش، باقيش غتعاود تفيقني هذيك الغداره، عندي ما ندير بها. الشيفور مشى بحالو تا هو بعلته. نعم يا سيدي. لا يا وصل عندي غير تمشي رانا عيط لك نعطيك الخبر. واخا سيدي. Thank you.
تنساش مزيان. كيفاش بغيتيني الناس؟ مشى لي اهم دور في حياتي، وهنيا بعد هذا الوقت كله غدراتني. وبابا ما عرفت فين هو، ما بقى عندي لا شيفور ولا كارت كور. فكرتيني، المره الجايه خصك تعرف شكون كتخدم معاك. صيفط ليا شيفور بعين وحده، باغي تقتلني. جا الوقت باش نشرح لك شكون هو داك السيد. السي عادل ديالك صدق ما كيسواش. ما كنهضرش على عادل، كنهضر على سيمو. موح، شكون هو هاد موح عاوتاني؟ هادشي اللي وصلتي له كله من شهرة الفضل ديالو، ساهم الملايين الصحيحة باش تكسب الأدوار ديالك. اش كتخرف؟ وعلاش ما عمرني ما عرفت هادشي؟ شكون هو بعد هاد؟ هادشي كتعرفو مزيان وشحال هادي. هاد واحد الشاب صغير كان عنده حلم واحد، انه يتزوج بيك. جرحتي له العواطف ديالو، خد التحدي باش يخدم ويجمع ثروة باش يقترب منك، يعرف الجانب الانساني ديالك. تهضر على محاولة الخياطة؟ محاولة الخياطة، حلم واحد كان عنده، بعد داكشي قرر باش يكون الشيفور ديالك. شيفور؟ فايزة، كاين شي حاجة ميمكنناش نهربو منها، هي الأقدار. بنتي ليا أنيقة اليوم، فين غادا؟ كاستينغ نسيت. شنو الحوار ديالك؟ ما فهمتش. ما فهمتيش؟ أنا غادي نفسر لك الحوار. كتقول ليه
عايز اقول لك حاجه من زمان كان نفسي فيها. هو كيجاوبك يقول لها اتفضلي يا هانم. قدرتي تعرفتي هذا الحوار؟ اكيد اتبع شرفته لان انا اللي كسبته. وش ممكن تجاوبه هي؟ ايش كتقول لي؟ خسرت. فعلا خسرتي كل شيء. عرفتي علاش خسرتي كل شيء؟ لانك انت باغيه تمحي فايزة وتاخذي بلاصتها. وحتى كائن ما عنده هذه القدرة. هاتوا سير لهذا العنوان غتلقاي السي عادل ومراته وولادو. عرفتك غادي تقلبي عليا هنايا. هربت من الشغل في بنادم وحدة زانتينا باش يقول لي كيفايك. ما ديريش نفس الغلطة اللي دارت امك. امك كانت كدير الميناج فواحد لوطيل في المدينة ملي تزوجنا بغات تبقى خدامة. لقات واحد الخدمة في لوبيرج اللي في الكروازمة ديال الطريق الرئيسية. لوبيرج ديال مالين الكاميوات الكبار. ما عمرني قلت ليها لا. اللي بغاتها كديرها كانت هي حياتي. كانت زوينة. كنت كنتعذب ملي كنعرفها مدورة على هادوك السكرية اللي كيطمو العائلات بالفلوس. في الأول كنا عايشين مزيان. من بعد الفلوس اللي خاصينا ومالايا بدات كتبدل حياتنا. واحد الليلة كان الرعد مبرق واشتخيت من السما. الليل كل وانا كنتسناها ما جاتش. الصباح بكري مشيت لوبيرج كنقلب عليها ما لقيتهاش. قالوا لي مشات مع شي مول كاميو سباليوني. كانت عندك 4 سنين. ما عمرني بغيت نتفرق مع هاد البركة ديال الزنك داري. لحقاش امك تما وعدتني بلي غادي تبغيني. كل صباح كنشوف المحابق اللي غرسنا بجوج الورد اللي كنسقي بحب في ايامات الصيف الحاره. كنتفكر ملي كنا كنتسارعو في الصباح في الجرده ديالنا. الجرده اللي سميناها جرده ثلاثه القلوبه. كبرتك قريتك تمنيت لك احسن حاجه. لكن ما كيشرفنيش هادشي اللي وصلت ليه دابا. طموحات العوجه ديالك كتخلعني. كتعيشي في الاوهام. هذا السم كيقتل بشويه بشويه. انتبه لراسك بنيتي. عتقي راسك محد الوقت باقي. نسيت ما خديتش معايا واحد المحبق صغير ديال الورد. خليته تما. عندك تنسي ما تسقيش.
حتى في البكية حسدانة، حياتي كلها باغا نشبه لك. عندك اللي ما عمره ما غيكون عندي. Thank you.